السلام على ابو تريكه ولمسات ابو تريكه، هنا تمريره لكن سقوط لابو تريكه، سقوط لابو تريكه. الله يا ابو تريكه، كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمه، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا. نعم اصبحت معلقا الان بعدك يا ابو تريكه. ولد اللاعب محمد أبو تريكة في 7 نوفمبر 1978 في قرية ناهية إحدى قرى محافظة الجيزة. نشأ في أسرة متواضعة بقريته، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة. التحق أبو تريكة وهو في سن صغير بفريق الناشئين بنادي الترسانة، واستطاع وهو في عمر 17 أن يلتحق بالفريق الأول لنادي الترسانة. وكان لأبو تريكة دور كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز عام من 2000، حيث كان هداف الفريق لمدة عامين متتاليين. في عام 2003 حاولت بعض الأندية مثل إنبي والزمالك التعاقد معه، ولكن رغبته وجهود محمود الخطيب نائب رئيس النادي وقتها ساهمت في انضمام أبو تريكة للنادي الأهلي بعقد لمدة 3 سنوات في موسم 2003، وارتدى رقم 22 وبدأ مشواره الكروي مع النادي الأهلي. كان النادي الأهلي وقتها يعاني من خسائر متكررة في الدوري. استطاع أبو تريكة خلال 7 مواسم له منذ التحاقه بالنادي الأهلي أن يحقق إنجازات عديدة، فحصل معه على بطولة الدوري 7 مرات، والكأس المصري 3 مرات، وكأس السوبر المصري 4 مرات، ودوري رابطة الأبطال الأفريقية 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، والوصول لكأس العالم للأندية 5 مرات. كانت أحداث استاد بورسعيد الدموية في 1 فبراير 2012 لها تأثير نفسي سيء على أبو تريكة. ساهمت تلك الأجواء في إعراب اللاعب عن نيته في خوض تجربة احترافية خارج مصر، وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن موافقتها المبدئية لرغبة اللاعب. تقدم نادي بانياس بعرض للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وكانت تجربة بانياس رغم قصرها ناجحة ومثمرة بكل المقاييس. استطاع أبو تريكة من إحراز 4 أهداف خلال 12 مباراة، حيث استطاع من احتلال المركز للرابع في دوري المحترفين الإماراتي. أعلن محمد أبو تريكة اعتزاله الرسمي في 18 ديسمبر 2013، قرر بعدها الابتعاد عن الأضواء لعدة سنوات، ومن ثم عاد للساحة الرياضية كمحلل رياضي على قنوات بن سبور. شفت أول ما قلت الأهلي اسم الأهلي شفت وش نور ازاي؟ حسيت الوجنتين حمراوتين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.